صارت أسماؤنا نمضي وتبقاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسنستمر مع الدرس الثالث من سلسلة دروس السنة أولى إعدادي من مدخل الاستجابة بعنوان العبادة غاية الخلق، أركان الإسلام، المفهوم، الغايات. وفيه بحول الله سنتطرق إلى ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول: حقيقة العبادة. العبادة لغة هي الطاعة والخضوع والتذلل والانقياد والاستسلام، واصطلاحا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتعد العبادة المقصد الأسمى من خلق الإنسان، وهي تشمل جميع مناحي الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المحور الثاني: غايات العبادة. من مقاصد إخلاص العبادة لله سبحانه وتخصيصه بها ما يلي: أولا، ربط صلة بالله والتقرب منه سبحانه. ثانيا، الطمع في رحمته عز وجل. ثالثا، الخوف من عقابه سبحانه. رابعا، التحرر من سيطرة وعبودية المخلوقات. خامسا، تغذية الروح وإصلاح النفوس. فالإنسان جسد وروح، فكما يحتاج الجسد إلى التغذية كذلك الروح تحتاج إلى التغذية، وغذاؤها هو الإنقياد لله سبحانه وتعالى. المحور الثالث: أركان الإسلام. من تجليات هذه العبادة أداء أركان الإسلام، ويقصد بها الأسس الخمسة التي ينبني عليها دين الإسلام ولا يكتمل إلا بها، وهي الشهادتان، وتعني الإقرار بوحدانية الله وإفراده بالعبودية مع اتباع رسوله المهداة رحمة للعالمين. وهذا فيه دلالة على تخصيص الله بجميع العبادات والتزام أوامره وأوامر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني: الصلاة، وهي عبادة مخصوصة ذات ركوع وسجود وأدعية، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، بهدف التذلل لله تعالى، وذلك بالوقوف بين يديه وربط الصلة به مع تطهير النفوس من الذنوب والمعاصي. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الركن الثالث: الصيام، ويقصد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه. فالصوم مدرسة لتدريب النفس على الصبر والبذل والعطاء واجتناب المعاصي والآثام كالغيبة والنميمة. الركن الرابع: الزكاة، وهي عبادة مالية مخصوصة ومحددة المقدار، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، لما فيها من تحقيق للتكافل بين الناس وسد لحاجة الفقراء والمحتاجين، فضلا عن إحلال البركة في أموال الأغنياء. الركن الخامس والأخير: الحج، وهو عبادة يقصد فيها المسلم مكة لأداء مناسك معلومة في أوقات مخصوصة، وهذا فيه تدريب على المبادئ الإنسانية العليا التي جاء بها الدين الحنيف كالمساواة والسلم والسلام، مع تحقيق التعارف والتعاون بين الحجاج، فضلا عن كونه راحة يستأنف بها الحجاج حياة جديدة في سبيل تحقيق مرضات الله سبحانه. وبهذا نكون قد بلغنا نهاية هذا الدرس، إلى الدرس المقبل بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناة همسات أم جويرية، فلا تنسى الاشتراك على القناة بالضغط على زر سبسكرايب أو اشتراك، والضغط على زر الجرس للتوصل بكل جديد. وإذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك. من أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا